وعليك السلام يا أحمد، متأخر متأخر. طيب اطلب قصة على طول مباشرة، تستنى أرد عليك وبعدين تطلب قصة، وإذا ما ردت عليك ما تطلب قصة. يعني ما أدري، يعني أنت يوم من الأيام أنت ناوي تعصبني يا أحمد، أنا متأكد. طيب يا جماعة، أبدوا تصوير، أبدوا التصوير يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. طيب أنا هم يصورون البث، نعم. وانت اذا كان عندك مكان ثاني بالله صور البث. طيب الصوت يبان، روح بعيد شوية. لا بس ابغى اصور البث. طيب ممتاز. المشكلة إذا حفظت البث تعرف أنت أحمد. صح، ما نبغى هذول الأشخاص. لا خلينا بخلي واحد يصور البث. الو، السلام عليكم. محمد اخوي عنده، اعطني بس ثانية. صور البث محمد، اني وفاتح اني عمر بث على انستغرام، فوت صور تصوير شاشة. يلا مع السلامة. ها، هو فيديو يعني تصوير كامل. يلا مع السلامة. يلا صاروخه، دقيقة خلي ها؟ ما في صوت عندك. سامعني؟ شكلك يجي قبل. راح طب انزل انزل واطلع، انزل واطلع. هلا هلا مهدي، حياك الله. كيف صحتك يا عمر؟ الحمد لله، الآن الحمد لله. في هذا كان يتصل من المتابعين، يا اخي فاتح بث يا جماعه، احناش اتصل. لهم بس انه للحين خلاص جاء. طيب يلا. يلا جاهزين؟ طيب متأكد انه الحين جاي؟ يلا بسم الله على بركة الله. محمد داخل قاعد بيصور. طيب يا جماعة، احتياط يا جماعة الخير الموجود بس، اتمنى يعني يتطور ويرسل. خلاص تفضل. فاتح بس. راح اسلك. ها، هاي امي، امي الله يحفظها. اسمع عمر، راح اسلك السؤال بس خلصوا انت وجاوب عشان ما يطلع صوت. عرفت؟ ايوه انا بس السؤال بطفي الصوت من عندي. تمام، يلا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤال أول، قال الله تبارك وتعالى في سورة عبس: وفاكهة وأبا، ما معنى أبا؟ طيب، وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وخوخ ورمان وعنب، وأما الأب فقد جاء عن مجاهد والحسن وقتادة أن الأب للبهائم، أي ما تأكله البهائم والأنعام. والدليل تكملة الآية، قال الله تبارك وتعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني: تفسير الاستواء عند أهل السنة والجماعة. طيب، التفسير الأول يأتي بمعنى على، الثاني بمعنى ارتفع، الثالث بمعنى صعد، الرابع بمعنى استقر. ومن معاني الاستواء كذلك الجلوس والقعود. وفي هذا الباب في كتاب للعلامة الدشتي رحمة الله تعالى عليه، اسمه كتاب إثبات الحد، وإثبات الحد لله وبأنه قاعد وجالس على عرشه. نعم. نعم، جزاك الله خير. السؤال الثالث: انتشر الحلف بغير الله عز وجل مثل ورأس أمي وشرفي وعرضي، هل هذا يجوز؟ لا طبعا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. جزاك الله خير. السؤال الرابع: هل المسيح الدجال من بني آدم؟ هل المسيح دجال من بني آدم؟ نعم. في حديث الجساسة قال تميم الداري رضي الله عنه: فإذا فيه أعظم إنسان، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. هذا في حديث الجساسة. فنعم، هو من بني آدم. جزاك الله خير. السؤال الخامس: هل يأجوج ومأجوج من بني آدم؟ نعم، من بني آدم. والدليل في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول آدم عليه السلام: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله عز وجل: أخرج بعث النار. بعث النار اللي هم من ذرية آدم عليه السلام، إلى آخر الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. جزاك الله خير. السؤال السادس: في ناس يحسبون أنه يأجوج ومأجوج مخلوقات غريبة، حتى المسيح الدجال يحسبونه مخلوق غريب. كان واحد ينكر المسيح الدجال لما آمن، يعني هو تخيل يقول لك: أنا ما أؤمن لا بصحيح البخاري ولا مسلم. ليش؟ قال: كيف في مسيح دجال؟ يعني إذنه تغطي ما أدري إيش وهالكلام. قلت له: مين قال لك هذا الكلام؟ قلت له: بالعكس، يعني المسيح الدجال من بني آدم. قال: من بني آدم؟ قلت: إيه، من بني آدم. قال: لا، أجل كذا آمنت. طيب، أصلا بعدين بينت له، قلت: أصلا المسألة مش مسألة إنه
انه عقلك اذا دل على هذا خلاص. لا، اذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امن به مباشره. لو ايش ما قال لك النبي عليه الصلاه والسلام؟ تقول سمعنا وطاعه، وصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير. السؤال السادس، هل يجوز قول فلان رحيم أو فلان عزيز على قلبي؟ أما بالنسبة لقول إنه إنسان رحيم، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما بالنسبة للعزيز، الله عز وجل قال في القرآن: قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز. لكن في أسماء لله عز وجل خاصة بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الرحمن هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى، الرحمن هذا لله، ما أحد يسمي من البشر رحمن، لأنه هذا من أسماء الله الخاصة به سبحانه. نعم. نعم، جزاك الله خير. السؤال السابع، هل تربية اللحية عبادة؟ نعم بلا شك، نعم بلا شك، لأنه فيها أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وأمر بإعفاء اللحى عليه الصلاة والسلام، فأكيد عبادة. و الأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب لحى، الأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب لحى. بس ثواني خليني أجيب المكيف، إني احتريت. عاد أنا أعرق الحين يا جماعة بسرعة، لأنه إيه يعني تعبان تعب شديد. فيه بس سلامتك. الله يسلمك. طيب نرجع لموضوعنا بالنسبة للحى. أقول الأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب لحى. موسى عليه السلام لما أخذ بلحية ورأس أخوه هارون عليه السلام، قال هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا موجود في القرآن الكريم: لا تأخذ بلحيتي. جزاك الله خير. طيب السؤال النهائي، ما حكم من يذهب إلى الكاهن أو العراف ويسأله، وما حكمه إذا سأله وصدقه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ركزوا يا جماعة، أنه مع الأسف الشديد هذا الأمر منتشر جدا، الكهان في كل مكان مع الأسف الشديد، تلقى في التيك توك، تلقى في لامس. طيب أنا جاء عندي علامة الشاحن، معليش شاحن 20. المهم أنه الكهان موجودين في كل مكان، حسبنا الله ونعم الوكيل، الدجالين، وتلقى مشاهدات كثيرة وصدقونهم الناس، أعوذ بالله. النبي اللهم صل وسلم عليه يقول: من أتى كاهنا، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل،
والكهان ينزلون عليهم الشياطين فيخبروهم بما سمعت من أخبار السمع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، يعني أي شيء يقول فصدقه بما يقول، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إيش اللي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم. يعني هو يكفر بالقرآن الكريم، فقد كفر بالقرآن الكريم. أما من يذهب إلى الكاهن أو العراف فيسأله سؤال كذا بس، مجرد سؤال، فاسمع إلى هذا الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، شوف بس سؤال، فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذا صدقت كفرت، بس مجرد السؤال لم تقبل لك صلاة 40 ليلة. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول تبارك وتعالى: هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نعم، بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا حبيبي، نشوفكم على خير. الله يحميك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.